طيب النهارده 4 نوفمبر، عيد ميلاد او ذكرى ميلاد بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسيه البابا توادروس الثاني. كل سنه ونيافتك بالف خير وسلامه. بالمناسبه كمان النهارده هو نفس يوم وقوع القرعه الهيكليه لاختيار البابا الجديد في وقتها سنة 2012 بعد رحيل البابا شنودة بالقرعة الهيكلية، اللي كان ليا حظ الصراحة أن أنا كنت موجود في الكاتدرائية في العباسية وتم اختيار البابا توادروس بابا جديد للكرازة المرقسية في نفس اليوم 4 نوفمبر 2012. فمرة تانية كل سنة ونيافتك طيب وبخير وسلام. في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر ولد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، بابا المحبة البابا توادروس الثاني. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. ولد البابا توادروس الثاني عام 1952 باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة. والده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور. بدأ الخدمة في صيف المرحلة الأولى الثانوية عام 1968 في كنيسة الملاك الأثرية بدمنهور مع الأب ميخائيل جرجس. حصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة الإسكندرية عام 1975 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف. وفي عام 1975 رسم أمين خدمة كنيسة الملاك بدمنهور حينها كاهناً، ثم تم اختيار دكتور وجيه ليكون هو أمين الخدمة التالي. في يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس عام 1986 ذهب إلى دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، وكان ذلك في فترة صوم السيدة العذراء مريم، وظل طالباً للرهبنة لمدة 2 تقريباً، وخدم في الدير قبل رهبنته في المطبخ، وقضى في خدمة ذلك المكان 2 بجوار مضيفة استقبال الزوار لتقديم الطعام وخلافه وصيدلية الدير. ترهبن يوم الأحد الموافق 31 يوليو عام 1988، وكان البابا شنودة هو الذي اختار له اسم ثيودور. انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة بإبراشية البحيرة بدمنهور بعد أن رسم كاهناً بشهرين، ونال درجة الأسقف في 15 يونيو عام 1997 كأسقف عام لمساعدة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس المطران في حقل إبراشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا توادروس أسقف عام مطرانية البحيرة. بعد رحيل قداسة البابا شنودة الثالث في 17 مارس عام 2012 عن عمر ناهز 89 عاماً، تم ترشيح 17 من الآباء الأساقفة والرهبان للكرسي البابوي. وبعد صيام الشعب المسيحي صوماً عام من الدرجة الأولى 3 أيام، تم إقامة قداس القرعة الهيكلية في 4 نوفمبر 2012، ووقع الاختيار الإلهي على الأنبا توادروس البالغ من العمر 60 عاماً. وقام الطفل بشوي جرج السعد البالغ من العمر 6 سنوات، وهو طفل القرعة الهيكلية، بسحب الاسم من بين 3 أسماء وهو معصب العينين، ليصبح يوم ميلاده هو يوم ولادة جديدة لبابا الكنيسة. ذكرى ميلاد بابا توادروس الثاني، طبعا أطيب تمنينا لحضرتك بالصحة وبالعمر المديد.